والعودة بالميكروفون إلى زميلنا الكريبي بن جابر المري. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زلنا متواصلين مع منافسات وانطلاقات هذه الفترة المسائية وشوطنا الثالث عشر المنطلق على أرضية ميدان التحدي، لنتابع هذا التحدي الجميل والرائع على أرضية ميدان الشحانية. نسير مع ركب الصدارة، مع المقدمة ومع الأسماء المتواجدة بدائرة الأسماء الخمسة والخماسية الماسية التي تضم بأغطاب الأسماء والشعارات الحاضرة. أول المراكز، أول المنطلقات والقائدات لهذا الشوط تابع على الصدارة والمقدمة. انطلاقة قاية على المركز الأول، تعود الملكية لهجن الشحانية، تابعها حمد بن علي بن حلفان بعملية التضمير. المركز الثاني وتابع شعار هجن الرياسة على ثاني التحديات مع انطلاقة وتقدم مشاهدينا الكرام، وتواجد الشانية على المركز الثالث أو هذه المتواجدة الحذرة، تعود الملكية لهجن الرياسة والتضمير لدى عيسى بن سعد بن عيسى الخيري من يتابعها، أو عيسى بن سعيد بن عيسى الخيري من يتابعها بعمل التضمير. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من قبل قي، تعود الملكية لهجن الشحانية يتابعها بالتضمير جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع وتابع شعار هجن العاصفة مع انطلاقة رابع المراكز ومع تقدم المضمر حمد بن راشد بن خدير من يتابع على انطلاقة هذا الشعار على المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الأيمن وتابع تقدم مشاهدينا الكرام على خامس المراكز الشانية، تعود الملكية لهجن الرياسة عملية التضمير لدى محمد بن راشد بن السم المنصوري بعملية التضمير، إذا يتابعها راشد بن محمد بن سم المنصوري بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة بمسيرة هذا الشوط. وتابع الأسماء بدأت تتدخل بهذه اللحظات مع تواجد المنافسة، تواجد القوة، تواجد الإبداع. التقدم مشاهدينا الكرام من قبل حدود، من بدأت تقود الأسماء تتواجد حدود على الصدارة، تعود الملكية لهجن العاصفة حمد بن راشد بن خدير من يتابعها بالتضمير. لكنني أرى الشانية بدأت تتسلل كالشواهين الجارحة منطلقة مع الصدارة، تحلق على أرضية ميدان الشحانية، تعود ملكيتها لهجن الرياسة يتابعها بالتضمير. محمود بن محمد الوهيبي من يرافق هذا الشعار الأحمر بانطلاقة مع الصدارة بقيادة الأسماء بالسيطرة على زمام الأمور. المركز الثاني وتابع تواجد حدود على ثاني المراكز، تعود ملكيتها لهجن العاصفة يتابعها حمد بن راشد بن خدير بعملية التضمير. المركز الثالث التقدم من غاية، غاية الفوز، غاية الإبداع والتميز بهذا التقدم الجميل. مع المركز الثالث تعود الملكية لهجن الشحانية يتابعها حمد بن علي بن حلفان بعملية التضمير. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من قبل الشانية لهجن الرياسة يتابعها بعملية التضمير. راشد بن محمد بن السم المنصوري من يرافق انطلاقة وتقدم أيضا شانية على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت جبارة مرافقة للإثارة متقدمة مع المركز الخامس لأول نداء، تعود ملكيتها لهجن الرياسة يتابعها بالتضمير. المضمر علي بن جميل الوهيبي من يرافق انطلاقة وتقدم مشاهدة مشاهدينا الكرام يا جبارة. هذه الأسماء، هذه الشعارات، أعود
أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى التقدم الجميل من قبل تواجد شانية بشعاره جن الرياسة مع المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يرافق شانية بانطلاقة أول المراكز. المركز الثاني، الله يا حدود، هذه حدود تعلن الوجود وتنطلق مع الصدارة، تود أن تذهب بناموس هذا الشوط ويعبر الحدود لدولة الإمارات العربية المتحدة. إن لم يكن هناك رأي آخر لدى انطلاقة غاية مع المركز الثالث. الله يا غاية، غاية الهج الشحانية، حمد بن علي بن حلفان يقدم لنا المبدع، هذا الإبداع الجميل، ولكن وصلت مع المركز الرابع. وصلت النهضة، انطلقت النهضة لتتقدم مع المركز الثالث، تعود ملكية النهضة لهجن الرياسة، يتابع علي بن جبي الوهيبي بعملية التضمير. الله يا النهضة، ولكن الشانية ما زالت مسيطرة على زمام الأمور، متقدمة مع الصدارة، متقدمة مع القيادة بقيادة الشعارات، محلق على أرضية هذا الميدان. ولكن يا سلام، انطلقت النهضة لتتقدم مع الصدارة، لتتقدم مع المقدمة، مع القيادة، مع الصدارة بشعار هجن الرياسة ومع المضمر علي بن جبي الوهيبي. ولكن عادت حدود لتطحن المنافسة مع نهضة، ولكن النهضة هي صاحبة الكلمة، هي صاحبة ناموس هذا الشوط الثاني. والتبريكات لهجن الرياسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتهنية موصولة للمضمر علي بن جميل الوهيبي من رافق النهضة وقدمها بمسيرة هذا الشوط. المركز الثاني وصلت حدود لهجن العاصمة، المركز الثالث شانية لهجن الرياسة، المركز الرابع وصلت شقرة لهجن الشحانية، المركز الخامس وصلت قاية لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهدنا المنافسة التي دارت ما بين الأسماء بانطلاقة هذا الشوط. نذهب بحضراتكم للتوقيت الزمني ولحظة الوصول إلى خط النهاية. وصول النهضة إلى خط النهاية مع الفوز والناموس بتوقيت الزمني وقدر 7:36 بدون أي جزء من الثاني. الثاني اتفق على الهجن الرياسة، والثانية لعلي بجميل الوهيبي المركز الثاني. وصلت مشاهدي الكرام حدود توقيتها الزمن 7:36. الثاني اتفق على الهجن العاصمة، والثاني حمد فراش مقدير المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام قبل الشحانية 7:38 من الثانية. الثاني اتفق على محمود بن محمد بن سالم الوهيبي.